شوط ينتهي وشوط يبدا ليحمل اثاره ويحمل تحديات رائعه وجميله كذلك في هذه الانطلاقه. الشوط الثالث عشر اعلنت انطلاقته ليحمل لنا الاذاعه الابكار ضمن فعالياتي وانطلاقاتي بدايه تمهيدي المرموم في هذه المهرجان الجميل. حمل شعارات عملاقه وجميلة ننطلق فيها مع المراكز الأولى نتعرف على ما يدور طيلة هذه المسافة من تبادل المراكز ومن تحديات جميلة ورائعة. نسير مع المركز الأول، هناك تسيطر على المركز الأول في هذا المسار وهذا الانطلاق على مقدمة الشوط سلطان بن سعيد بن راشد الخاطري يأتي بهذا الانطلاق. المركز الثاني، ثاني المراكز مشاهدي العزاء تتواجد فيه وتندفع في هذه اللحظات، مرموق وحمود بن سليمان بن حمد الجنوبي يأتي في هذه اللحظات، أو القعنوني يأتي في هذه اللحظة على المركز الثاني. المركز الثالث من القعنوني إلى ثالث المراكز الصايلة ناصر بن بخيت بن سعيد الوهيبي على المركز الثالث، والمركز الرابع في هذا الانطلاق الذاير بخيت بن علي بالخصواني المنصوري يقدم الذاير على المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز تواجدت في طموح، هذه طموح عبد الله بن سلطان بن سعيد الغفيلي يتقدم مع طموح في هذا الاندفاع. والمركز السابع، المركز السابع هذه دمعة حمد بن عبيد بن مبارك بن عبيد الكتبي يقدم دمعة في هذا الانطلاق. المركز الثامن، ثامن المراكز الظبي سويبق بن محمد بن سعيد الحرسوسي يتقدم مع الظبي في هذه اللحظات. في المركز التاسع والمركز العاشر، هذه العاشرة تتواجد في نشرة سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط في هذا الاندفاع في هذه التحديات الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان وهذا الانطلاق. يا سلام، أعود إلى المراكز الأولى مرة ثانية، أعود إلى الانطلاق الأول في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق الجميل والرائع في المركز الأول، وهي تسيطر على مقدمة الشوط وحاملة رقم واحد في هذا ريناد الخاطري بن سلومة الخاطري يقدم ريناد على المركز الأول. سلطان بن سعيد بن راشد الخاطري على المركز الأول سيطرة كاملة. مرموق حمود بن سليمان بن حمد القعنوني يتقدم على المركز الثاني، والمركز الثالث منصور بن حماد بن سالم الكتبي يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز تواجدت الصايلة ناصر بن بخيت بن سعيد الوهيبي على المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز دمعة حمد بن عبيد بن مبارك بن عبيد الكتبي يقدم دمعة على هذا الاندفاع، بينما المركز الخامس الذاير على المركز السادس الذاير تقدمت في هذه اللحظات بخيت بن علي بالخصواني المنصوري يقدم الذاير، بينما المركز السابع المراكز هذه مطرة أحمد بن عيلان بن عبد الله المهيري يقدم مطرة. المركز الثامن، هناك تواجدت في نشرة لسهيل بن سالم السهيل خيالي. المركز التاسع وصلت في طموح لعبد الله بن سلطان بن سعيد الغفيلي. المركز العاشر وهذه الظبي
هذه الظبي سويبق بن محمد بن سعيد الحرسوسي يقدم الظبي في هذه الاندفاع في هذا الانطلاق الجميل والشيق والرائع على أرضية هذا الميدان على أرضية هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الشيق. العشر المراكز الأولى العشر المراكز الأولى دعناها للمرة الثانية على التوالي في هذا المسار في يوم الإذاع والإبداع في هذه الانطلاقات الجميلة الألف والأربعمية متر وانحنى الميدان ولوحة الإعلان قربت من الناموس والفوز. أعود إلى مرموقة حمود بن سليمان بن حمد القعنوني على مقدمة الشوط على المركز الأول ولكن الملاحقة من ريناد تأتي في هذه اللحظات. سلطان بن سعيد بن راشد بن سلومه الخاطري على المركز الثاني المركز الثالث منصور بن حماد بن سالم الكتبي وأيضا أحمد عبيد كذا ذلك يقدم دمعه أو حمد بن عبيد بن مبارك الكتبي في هذه اللحظات. زادت السرعة بدأ الكيلو الأخير بدأت الأمور بدأت التحديات بدأت مرموقة القعنوني مرموقة على المركز الأول. هذا حمود بن سليمان بن حمد القعنوني من أحد شباب السلطنة يقدم هذه الانطلاقات يقدم هذه التحديات ليحمل السلامات من المرموم إلى أهل السلطنة من المرموم من دبي دار الحي. شوف ما شاء الله يايب هذه المرموقة اللي نهايتها قوية. شوف انطلاقتها ما شاء الله. أشكرك القعنوني أشكرك. المركز الثاني حركه الظبي سويبق بن محمد الحرسوسي ولكن خلاص روح القعنوني سرح القعنوني انطلق اهالي ساحل الباطنه سلام وتحيه على هذا الاداء مرموقه حمود بن سليمان بن حمد القعنوني قدم مرموقه سلام من اسناس الى من شناص إلى بركة في الباطنة على كل سواحل هواداها الجميل. المركز الثاني الظبي سويبق بن محمد بن سعيد الحرسوسي. المركز الثالث هذه نشر سهيل بن سالم بسهيل خيالي. المركز الرابع لسلطان بن سعيد بن راشد الخاطري والمركز الخامس لمن الخامسة عموما على كل حال بنعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع في هذه التحديات 7:54 بالوفاء والتمام. تهانينا للقعنوني حمود بن سليمان بن حمد القعنوني على فوز مرموقة. المركز الثاني 7:55 ستة اجزاء من الثانية من حلت في المركز الثاني بأداء جميل الظبي سويبق بن محمد الحرسوسي. والمركز الثالث ثالث المراكز في هذه الانطلاقات في هذه التحديات. التوقيت الزمني مشاهدي العزاء 8:08 من الثانية من حلت في المركز الثالث نشر سهيل بن سالم بسهيل الخيالي. هكذا تهانينا ونامو. أشواطنا مستمرة مشاهدينا.